في حته ايه؟ ان البعض بيدور على ان الاهلي بيحاول يجيب باك رايت بديل لاحمد فتحي عشان يكون هو الاساسي للفريق وان احنا ما عندناش باك رايت. يا جماعه الناس ناسيه محمد هاني. محمد هاني افضل ظهير ايمن في مصر مع احمد فتحي. بص مع احمد فتحي بصراحه احنا كنا محظوظين الفتره اللي فاتت ان احنا عندنا افضل اتنين لعيبه في المركز ده، بدليل ان مستر فايلر كان ماتش كده ماتش كده، في ماتشات بيبقى ليه رؤيه تكتيكيه او فنيه معينه فيلاعب فتحي مثلا، ماتشات اخرى ليه رؤيه معينه فيلاعب هاني. فليه الناس ناسيه يا محمد هاني؟ في ماتشات ممكن يكون هاني مستواه قليل فيها، بتحصل لاي لعيب، لكن في نفس الوقت الكواليتي بتاعت اللاعب ايه؟ لا ظهير عصري، ظهير اضافه ومميز جدا في النادي الاهلي، وهيتم الاعتماد عليه بشكل كامل. وانا يعني الكلام ده واضح من خلال تصريحات مستر فايلر مثلا من فتره، قال لك انا عندي اتنين لعيبه جامدين قوي في الباك رايت، كان احمد فتحي ومحمد هاني. فبالتالي الكل واخد اتجاه ايه؟ اصل الاهلي هيجيب رجب بكار، اصل الاهلي هيجيب مش عارف ظهير ايمن بتاع مش عارف نادي ايه من بره وكلام من ده. ممكن الاهلي يتعاقد، دي حاجه ترجع برضو للرؤيه الفنيه، ما مش مختلف معاك في كده، لكن في نفس الوقت لا، احنا عندنا لاعب في المركز ده ممتاز لا يقل قيمة عن أحمد فتحي، تاريخه لسه مش متساوي مع أحمد فتحي، ده طبيعي لأن فتحي عمل تاريخ عظيم صعب إن أي حد يقدر يعمله سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي، ده أمر مفروغ منه، لكن ممكن في يوم من الأيام محمد هاني يعمل التاريخ ده، لكن الكواليتي والجوانب الفنية والالتزامية والأخلاقية وكل حاجة والبدنية عند محمد هاني ما شاء الله، فإحنا مطمنين في المكان ده. يجيب بقى الأهلي لعيب ما يجيبش، دي حاجة ترجع للمدير الفني ولجنة التخطيط. فبرضه البعض بيحاول يقلل من محمد هاني، ده امر غير مطلوب اطلاقا لانه لعيب مميز واضافه اكيد للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. يعني دي بعض الامور الهامه اللي حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم، وخصوصا يعني بحاول الم اللي بيحصل على مدار الايام اللي احنا ما بنطلعش فيها معاكم بسبب الفتره الحاليه، وان شاء الله الفتره دي